ذكرى اغتيال قاسم سليماني الأولى، صور تعلق لتمزق. سريع سريع. احتفاء بقائد فيلق القدس بالحرس الثوري السابق يحشده النظام الإيراني في مناطق يسعى لبسط نفوذه عليها، لكن وسط رفض شعبي متعاظم ظهر بوضوح في غزة وأيضاً في لبنان والعراق. صور تصاعد الغضب من الدور الإيراني الذي تحاول لعبه في المنطقة تضاف إلى الكثير من مظاهر الرفض ضد طهران والقوى السياسية والميليشيات التي تعمل بإمرة منها في دول عربية. سليماني الذي يحاول النظام الإيراني ووكلاؤه فرض صوره في شوارع عربية خلف إرثاً من التطرف والفوضى وزرع بذور انعدام الثقة بين الطوائف، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من القتلى والمشردين في سوريا والعراق، وهو ما جعل الرفض الشعبي العربي لتنصيبه بطلاً نتيجة حتمية.